كابتن احمد الكاس. كابتن الكاس مساء الفل، منورني ومليون مبروك. دكتور، اولا بشكرك جدا على التقديمات الجميله ديت، وبشكرك على انصاف طبعا منتخب مصر 2008. وبس انت نسيت حاجه صغيره، اتفضل كان كابتن. معانا رئيس بعثه، كان هو رئيس البعثه وهو كان الامام بتاعنا، وهو اشكرك. كان شعله النشاط اللي بالنسبه للولاد اللي كانوا فعلا بياخدوا نصايح كبيره جدا. هو الدكتور ايهاب الكومي كان موجود معانا، وكان ليك دور بارز جدا ده في أنا سعدت الموضوع ده. بوجودي معاك والله يا كابتن لا كاس. والله والله الكلام ده حقيقي فعلا، مش كلام مجامله، عشان الدكتور ايهاب موجود هنا دلوقتي، الله يبارك. واحنا الحمد لله رب العالمين يعني معروف عندنا ان احنا في صراحه تامه أكيد. بامانه. يعني كان الدكتور ايهاب كان مش رئيس بعثه بس، كان رئيس البعثه، وكان هو امام المسجد بتاعنا وخطيب كمان المسجد بتاعنا، وكانت كان يوم هو ده جمعه. الشيء الجميل يا كابتن كاس، اللي الاقيك الحمد حريص لله. على ان الولاد يؤدوا الصلوات الخمسه مع بعض في جماعه، يعني ما الحمد بتحصلش لله. كتير انت الخمس صلوات موجودين. الحمد لله. فده شيء. وبعدين الدور التربوي اللي انت بتقوم بيه كان انت والد للاولاد في غياب الاب وفي غياب الام، بصراحه شيء يفرح يا كابتن كاس بصراحه. ربنا يخليك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه برضك عايز اشيد بنقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم واخد على منتخب 2008، ان الاستاذ جمال علان يمكن جالنا في المعسكر اللي كان في القاهره، وجمع الولاد اللي بعد ما شافهم في التمرينه، يعني هو يمكن انبسط جدا من اداء اللعيبه، فراح مجمع اللعيبه وجبتهم فاتكلم معاهم، فقال لهم انا خلي بالكم انا مسافر معاكم، ومسافر بس مش بصفه ان انا رئيس اتحاد كره قدم مصر، انا رايح باسم رئيس اتحاد شمال افريقيا، وعايز وانا بقى وانا هناك ان وانا هبقى على المنصه في الماتش النهائي، عايز اديكم الكاس. فالولاد اللي قالوا له ان شاء الله باذن الله هيحصل الكلام ده كله، انا والحمد لله بصراحه الطريق بشيد قد بدور حصل. الاستاذ جمال علام ودور الحاج عامر حسين مع المنتخب ده، بصراحه يعني شيء بشيء يذكر. بالظبط الاثنين بالظبط. كان لهم دور كبير جدا في تسهيل امور جدا جميل للمنتخب ده مع الاتحاد. انا معاك جميل. بكل تاكيد. وفي نقطه برضك صغيره برضك لازم اقولها برضك احسن للحق، كابتن عادل مصطفى يمكن في بدايه المشوار كان موجود معايا، وكان مرشح لي الاسماء اللي كان موجوده بصفه ان هو كان كده كان شغال في قطاع الناشئين، وكنا بنشتغل على الكلام ده كله، لكن ربنا كرمه وهو راح المنتخب الاولمبي، اتمنى له كل التوفيق، واحنا اشتغلنا وبعض من بعض اللعيبه ديت برضك قدرنا ان احنا ناخد من الليسته ديت لعيبه نقف عليها والكلام ده كله. فبقول ان الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم اجتهاد كل واحد في مكانه، زي ما حضرتك قلت جهاز محترم، جهاز كله بيتفانى في ان هو يخدم منتخب مصر، كل واحد عارف شغله ايه، عارف دوره ايه، بنجتهد كلنا، بنساعد بعضينا، كان في حاله من الحب فعلا، وفعلا في حاله من الحب موجوده في الجهاز الفني بتاع منتخب 2008. وانا مش عايز، يعني انا عايز اقول ان البطوله ديت يعني كانت بدايه جميله جدا، ومحتاجه كنا محتاجين حاجه زي كده عشان نقف على الولاد رايحين فين مظبوط. ومستواهم فين، ونقدر ان احنا ننتقي الناس ونوصل لفين. يمكن برضك قابلتنا صعوبات كتير جدا، ان احنا قله المعسكرات، قله ان اللعيبه كمان ما لعبتش دولي كتير، وده كانت اول ماتشات دوليه زي ما حضرتك ذكرت في بدايه سياق حديثك في الاول اللقاء، ان ده اول لقاء دولي، ويمكن اول مره في لعيبه تسافر بطياره، فكانت شيء بالنسبه لي كان صعب قوي، لكن كان عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى، ثم ثقه في اللعيبه، وكمان ثقه الكابتن علاء في اللعيبه، هو كابتن محمد يوسف، كان له دور ان كبير جدا ظهرهم بصراحة. كابتن علاء بدور. نبيل بعد كل مباراة يتصل بيا، ولما أصيب بلال عطية والمباراة شغالة اتصل بيا، وكابتن بالظبط محمد بالظبط يوسف شعلة نشاط معاك وهناك بصراحة، إدارة فنية على أعلى مستوى. انا بتكلم ان اصرار الكابتن علاء ان يمنح منتخب 2008 ان هو يبقى موجود، ويبقى موجود في المنتخب، ويصر مع اتحاد الكره ان انا هطلع 2008 على 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 مسؤوليتي والكلام ده كله. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا جعلنا ان احنا برضك نبقى خير سند للكابتن علاء في ان احنا نظهر بمظهر كويس جدا ونحصد البطوله. فده كان عوامل كتيره جدا، كانت يمكن دي صعوبه البطوله ذات نفسها، لان في ناس ممكن تقول مثلا دي بطوله وخلاص، لكن واجه الصعوبات اللي احنا كنا بنقابلها ديت، وان اصرار اللعيبه كمان وحماسهم وانتمائهم لبلدهم بجانب رغبتهم
ان هم يحصدوا البطوله، واحنا كنا رايحين البطوله ديت، وانا جيت قلت لهم احنا دي مش بطوله وديه، احنا هنعتبرها بطوله رسميه عشان احنا عايزين نقف على حد معين ونشوف احنا واصلين فين. ده امانه الولاد كانوا كويسين جدا، كل اللعيبه ادت دورها سواء داخل الملعب او خارج الملعب، كان في التزام كتير جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله نتوسم فعلا، ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه نبقى احسن واحسن ونوصل لحاجه تسعد شعب مصر. واللي يمكن بطلبه، لان انا مؤمن بشيء مهم قوي ودايما يمكن انا بقوله، ان احنا بنشتغل كمنظومه، منظومه عمل، مش احمد الكاس بس هو لا، منظومه عمل ديت بدايه من اتحاد الكوره، الجهاز الفني والطبي والاداري موجود، بجانب ان في المهمات عندنا، بجانب في دور الاعلام ودور الجمهور، فدي منظومه عمل كامله متكامله هي اللي بتساعد على انجاح المنتخبات. انا معاك، فمش احمد الكاس، مش استاذ جمال، مش الدكتور ايهاب، مش الحاج عامر، مش محمد ابراهيم، لا احنا منظومه عمل بنشتغل، كل واحد بيأدي دوره. وده اللي انا شفته بصراحه في التناغم اللي موجود ما بينك وما بين الكابتن محمد والكابتن رامي بصراحه، وما بين الجهاز الطبي. لا انا مستبشر خير، لان انا شفت نموذج من الالتزام، وكل واحد له دوره وكل واحد عارف حدوده ايه، فبصراحه ربنا يكملها على خير ان شاء الله. النقطه اللي انا عاوز اتكلم فيها، عندنا حاجتين اتنين، عندي اللاعبين المزدوج الجنسيه اللي موجودين في الخارج، وده برضو ممكن ان انت تختار منهم اكتر من لاعب يكونوا برضو سند مع المنتخب الموجود المحلي. النقطه الثانيه كمان، عندي لاعبيها موجوده في المنتخب ده تكسر الدنيا، ازاي اساعد وجهة نظرك ان الولاد دولت ينطلقوا لعالم الاحتراف في سن مبكر؟ اولا انا برضك انا عايز اقول برضك للناس كتير جدا اللي هم مزدوج الجنسيه، اللي هم ده حق لهم، حق طبيعي ان هم يمثلوا منتخب بلدهم. بس سيب لي في الكوره ديت، بص انس رشدي عمل سرو باص عمل ازاي، بص يا كابتن انس وانس في كوره، وحمزه عبد الكريم، وبلال عطيه وحمزه عبد الكريم، ده حاجه تانية. نفس الكوره ديت عشان الناس ما تعرفش، يعني هنا ده محمد جابر، محمد جابر لعب الكوره هنا لحمد عملها بالعرض، سرق عبد العزيز زغبي السيرد باك وجاب جون. ده عبد العزيز زغبي من ام بي، النجعاوي من الاسماعيلي، نجعاوي الاسماعيلي، وجابر من الاتحاد السكندري، من الاتحاد. يعني انا بتكلم على، كانت جمله كانت جميله جدا. هنا بردك انس بردك رشدي ده جون في ماتش الجون الثاني بتاع، وده شغل التدريب اللي انت بتطبقه في تدريبك. الحمد انا شايف لله. يعني اطبقه هنا، اتشاطت اخذها هنا، عمرو العزب هو اللي جاب الجون. وكل الناس كانت فعلا، لان كان في اخر دقيقه، وده والد حمزه عبد الكريم، الكابتن عبد الكريم لاعب الكره الطايره في النادي الاهلي وراه في كل حته. بالظبط كده. يعني كان في حاله حب جميله جدا، الولاد كلهم بص يعني الفرحه الغامره غير طبيعيه. ده الجون العالمي اللي جابه حمزه عبد الكريم من تمريره عبد الله العطيه في ماتش المغرب. ده الجون ده انس اللي عمل الجون الاولاني ده في ماتش تونس. لا ده انا كمان الجميل في الامر، انت شفت البنداري الكره الصاروخيه اللي جابها في مباراه المغرب، وتاني مباراه في الجزائر الجون اللي دخل في مصر كان بسببه، الولاد خدوا الكاس وهو عمال يعيط حزين على ان هو كان سبب في ان الجزائر تتعادل. دي معناها الروح اللي بقت عند الولاد، ان كل واحد متحمل المسؤوليه، فده شيء يذكر بصراحه. يعني بالظبط، يعني دي جزئيه اللي انا كنت بتكلم فيها. الجزئيه الثانيه حضرتك بتتكلم فيها على حته ان احنا عالم الاحتراف، ان الولاد ممكن يطلعوا. انا شايف ان لازم نفتح، ان طالما احتراف لازم نفتح للولاد دول هم يحترفوا بره، لان اولا في الاول واخر هم هيبقى خير سفير لمصر، وفي نفس الوقت دي هنقدر نحصل الكلام ده كله ان هو يستفاد بيه منتخب مصر. يعني احنا شفنا منتخب المغرب كان في ناس كتير جدا محترفين، 6 لاعبين محترفين، او منتخب تونس كذلك، يمكن منتخب الجزائر، يمكن هو كان كله من 2007 من بس منتخب الجزائر وليبيا، يمكن اعتقد ان هم كانوا دايما موجودين، لما اللاعبيه موجوده داخل انديتهم او داخل البلد بتاعتهم، باستثناء احنا لو احنا عملنا وفتحنا باب الاحتراف من بدري من دلوقتي، اعتقد ان هيبقى عندنا لعيبه كبيره جدا. دي قالها لي يا كابتن كاس، كابتن عنتر يحيى. تمام، عنتر طبعا لاعب منتخب الجزائر اللي كان احرز في مصر في مدرمان الهدف اللي صعدوا بيه لكاس العالم منتخب الجزائر، هي من مشكله كبيره. عنتر يحيى قال لي اولا اشاد بالكابتن الكاس وسط الناس كلها، هم قاعدين في مقر الاتحاد الافريقي مع مندوبين الكاف، قال لهم انا شايف مدير فني على اعلى مستوى، دي كانت شهاده من نجم كبير في الجزائر. قاسي سعيد
قطع يعني اميال كتيره جدا لما عرف ان كابتن كاس موجود، وطبعا هو كان زميله في نادي الزمالك جاله، وبعد لما شاهد المباراه وقف مع حمزه عبد الكريم قال له انا شايف فيك نجم جاي للكره المصريه، وقعد يدي بعض النصائح لحمزه عبد الكريم زي ما عنتر ادى لبلال عطيه، فده شيء يبشر بالخير وشهاده من نجوم كبار جدا سواء كان عنتر يحيى او قاسي سعيد من نجوم نادي من نجوم منتخب الجزائر. جميل. طيب معسكر منتخب او معسكر مزاوج الجنسيه امتى؟ ما انا لسه كنت هقول لحضرتك، يعني انا بقول ايه، لاي لاعب محترف مصري محترف بره ليه الحق ان هو يجي، ومن حقه ان هو يجي عشان نشوفه عشان يمثل منتخب بلده، لان ما فيش اغلى من منتخب مصر. طبعا يمكن حضرتك فاكر كويس جدا احنا اتكلمنا مع استاذ جمال ان احنا خلال الفتره اللي جايه عايزين نعمل اللي هم مزاوجه الجنسيه او حاملين المحترفين بره، بحيث ان احنا نجيبهم عشان نشوفهم ونعمل لهم مباريات ونشوف اللي احنا نقدر ممكن نستفاد منهم ويبقى موجود معانا، وفي نفس الوقت حق طبيعي مكتسب بالنسبه لاي لاعب بيحترف بره، حقه ان احنا نشوفه، حقه ان احنا نبص عليه، نشوفه اقتنع بيه او ما اقتنعش بيه، بس ده حقه الطبيعي اللي لازم ياخده. اي حق يعني المنتخب ما زال مفتوح لكل اللعيبه، مش حكر على دول بس، لا ممكن في لعيبه من دول ما بقاش بعد كده مش في مستواهم الطبيعي، او لا قدر الله حصل لهم اصابه او حصل اي ظرف من الظروف دي، احنا كده كده بنتابع الولاد ان شاء الله باذن الله. عموما الموضوع سهل في القاهره، والحاج عامر على طول اداه وجود في اسكندريه واكله سمك ويوضب لنا الدنيا هناك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بإذن الله. بالتوفيق يا كابتن كاس، وبتمنى ربنا لك يخليك دايما التوفيق. ربنا يخليك. بس انا بس عايز اقول بس نقطه مهمه قوي اتفضل. كمان، ان بامانه ما كانتش بطوله سهله، كل الناس تعبت فيها، زي ما اشرنا للكلام ده كله، ان دور اتحاد الكوره كان تعب، الجهاز الفني والطبي تعب، الاعلام لما بدا يسلط الضوء شويه بدات النتائج، الولاد كمان اخذوا ثقه كبيره جدا. فانا عايز اقول ان الجمهور والاعلام لما بجانب المنتخبات، مش منتخب 2008 بس، لا جميع المنتخبات، بتدي دفعه كبيره جدا لقدام، واحنا عندنا نماذج كبيره جدا في مصر ونماذج محترمه من اللاعبين، عايزين ان احنا نحتفظ بيهم وفي نفس الوقت ندي لهم الثقل بحيث ان هم يشرفونا في مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر كابتن احمد الكاس.